كامل شوكت هنا. ايه ده؟ ده معامل لؤلؤه كمان. خبي وشك عشان ما يلاحظوش ان احنا هنا. لا لا عيب يا عوني، احنا لازم نسلم عليهم ونقول لهم اتفضلوا كمان. الله كامل، ايه الصدفه الجميله دي؟ اهلا يا حبيبتي يا لولا، وحشاني موت. انت اللي وحشاني قوي قوي يا فرصه سعيده قوي ان انا اقابل كاتبنا الكبير. اهلا وسهلا. لا برافو عليك يا عوني. برافو عليك على الصدفة الحلوة اللي جمعتنا ببعض دي. ايه ده؟ احنا هنفضل واقفين كده؟ تعالى يا شوكة، تعالى يا لؤلؤة عضو. ده كلام. اهلا اهلا اهلا. فين ايام زمان لما كنا احنا التلاتة ما نفترقش؟ مش زي دلوقتي. طبعا ده بحكم اننا من بلد واحدة وفي صداقة بتجمعنا. كنا لسه صغيرين وما كانش كل واحد فينا عارف عاوز ايه. قصدك ما كناش أصدقاء؟ كنا زملاء في مدرسة المنصورة الثانوية وبس. جرايا كامل، هو كتير علينا إننا بقى أصدقاء ولا إيه؟ الصداقة لها شروطها يا شوكة، وأظن الشروط دي غير متوفرة. أنت لسه فاكر أيام الانتخابات اللي فاتت؟ ولسه اللي جاية، مفيش حاجة اتغيرت. لا يا كامل، في حاجات كتير قوي قوي اتغيرت. وتفضل، أنا عامل برنامج انتخابي ما يخرش المية. إيه ده؟ أنت كنت عارف إنك هتقابلني؟ أيوه. مين اللي قالك؟ العصفورة. وأدي البرنامج بتاعي. اتفضل. على فكرة، هتلاقي في البرنامج كل المطالب اللي أنت بتنادي بيها من زمان. العدل، المساواة، الدفاع عن حقوق الجماهير والفلاحين والعمال، الأجور المتساوية، ده غير إني حبني مستشفى ومدرسة وجامعة. قبل البرنامج يا شوكة بيه تاريخ. التاريخ؟ أيوه، الإنسان تاريخ. يعني إيه؟ أنت مش هتقرأ البرنامج ولا إيه؟ الإنسان مش بيتغير بين يوم وليلة، وأنت طول عمرك يا شوكة كنت ضد الكلام اللي أنت بتقوله ده. الإنسان مش كلام على ورق. إيه يا شوكة؟ إيه يا كامل؟ سايبيننا وقاعدين تتكلموا مع بعض؟ مادام الكلام ابتدى في السياسة ما بين شوكة والأستاذ كامل، يبقى مش هنخلص النهاردة. أنا هانم لا يمكن يكون بيني وبين شوكة كلام في السياسة. ليه بقى؟ لأن أي كلام بيننا مش هيجيب نتيجة. معنى كده بقى إنك هتقف ضدي في الانتخابات. ضدك أنت شخصياً؟ لا، إنما أنا ضد أي ممارسات ضد مصالح الناس. وإنت بقى حامي حمى مصالح الناس؟ أكيد. أنا المرة دي نازل الانتخابات يا قاتل يا مقتول، واللي اسمه سالم أبو المجد ده اللي إنت هتقف معاه ضدي في الانتخابات، لو شاف النجوم في عز الدور يبقى يشوف كرسي في مجلس الشعب. عن إذنكم أنا لازم أروح دلوقتي. شايفة يا ماما المكان جميل قد ايه؟ حلو قوي يا حبيبي، كان نفسي قوي كمان يبقى معانا. مسير ويجي ان شاء الله، انت بس ما تلاقيش. اهلا اهلا يا حبيبتي، دلوقتي بقى النادي هيحلو اكتر ما هو حلو. اقعدي انت هنا بقى يا ست ماما لغايه ما اجيب لك مندي عشان يعزمك بنفسه. يعزمني على ايه؟ على ندوه الاستاذ كامل شوقي. كامل شوقي، يلا يا ديار روح انت نادي على مجدي. حاضر يا فندم. هو كامل شوقي هيجي هنا؟ ايوه. امتى؟ يوم الخميس الساعة 7. مالك يا سماء؟ ابدا مفيش حاجة. طبعا هتيجي النادي وتحضري الندوة. لا مش هحضر. شوفي يا سماء، ما دام اشتركتي في النادي وهو اصلا مشترك يبقى اكيد هتتقابلوا.
الو يا عوني. اهلا يا شوقي. طبعا قريت العمود اللي كاتبه صاحبك كامل شوقي. طبعا قريت. وعجبك؟ اللي كاتبه مش ضدك شخصيا يا شوقي، ضد ناس تانيين. انت مالك انت بقى كده اهو. لحظه واحده، خليك معايا خليك معايا يا عوني. ايوه فرغلي. طيب استنى، خليك معايا بس على الخط، خليك معايا. طيب يا عوني خلاص اوكي، انا مش هزعل من الكلام اللي كاتبه كامل شوقي. طبعا. مع السلامة انت دلوقتي. مع السلامة. ايوه فرغلي، في ايه؟ ايه؟ علقوا يفط ان كامل شوقي جاي يخطب يوم الجمعة علشان سالم ابو المجد. ماشي. طيب طيب. مع السلامة انت دلوقتي. انا وانت والزمن طويل يا كامل يا شوقي. ادخل. ايه ده يا بابا؟ حضرتك لسه ما لبستش؟ حبيبتي انا هلبس هدومي على طول وانزل تحت اكتب الكلمه اللي انا هقولها. يا بابا احنا كده هنتاخر. انا معادي الساعه 9. اسبقيني انت. ما هو ناجي بيذاكر ومش عايزني اروح لوحدي ومش هيرضى يوصلني. ناجي معاه حق يا كامل. مش معقول ابدا سماء تخرج لوحدها دلوقتي. ليه لا يا عطا؟ احنا بالليل والدنيا ضلمه من هنا للنادي، معقول تمشي لوحديها؟ خلاص يا ستي، غيري هدومك وروحي وصليها، على الاقل تسمعي الكلمه اللي انا هقولها. انت برضه هتتكلم عن حياتك؟ لا مش هتكلم عن حياتي، هتكلم عن الشباب ودورهم في الانتخابات. يلا يا ماما والنبي عشان ما نتاخرش. طيب طيب طيب، انزلي استنيني تحت لحد ما البس. يلا. حاضر. انا تعبانه قوي يا نهار، انا متهيألي اروح احسن. لا تروح فين؟ ده انا ما صدقت انك خرجتي وجيتي معايا هنا النادي بدل ما انت قاعده بين اربع حيطان. طن وحشتيني قوي. وانت كمان. امال فين كمان؟ كمال قصده ورده، الاحلى ورده في الدنيا. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا روح خالتك. صدقي يا سماء انا فرحانه قوي انك جيتي معايا النادي بدل ما انت قاعده وحدك في البيت. يا سلام لو كان كمال جه معانا، كانت الفرحه هتبقى كبيره قوي. بس كويس ان انتوا جيتوا بدري، انا حاجز لكم كراسي في اول صف. اتفضلي يا خالتي. اتفضلي. اتفضلي يا ماما. اتفضلي يا خالتي. اتفضلي يا ماما. ازيك يا سماء؟ الحمد لله. دي اكيد ماما. ماما ضياء احدث عضو معانا في النادي. اهلا وسهلا. على فكره يا سماء، ماما وخالتي جم جوه. والله؟ طيب بعد اذنك نروح نسلم عليهم. اتفضلي. طنط سماء ازيك يا ماما؟ مدام انهار. لا اهلا. ازيك يا مدام عواطف؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. يا اختي عاش من شافك، ده انا بقالي مده طويله قوي مش شايفاكي هنا في النادي. ما انت عارفه بقى زوجات الكتاب دايما مشغولين. ماما اعرف طنط سماء. سماء اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عن اذنك. اتفضلي. يلا يا سماء. ما تقعدي يا سماء. انا عايزه اروح. تروحي؟ تروحي ده ايه؟ أنا عارفة إن أنت قلقانة. بقول لك إيه؟ تعالي نقعد ورا، تعالي. ماما الساعة دلوقتي 9 إلا 10 وأستاذ كامل شوقي هيجي الساعة 9 بالظبط. تحبوا تشربوا حاجة؟ لا ميرسي قوي يا حبيبي. ما تروح أنت مع أصحابك وأنا قاعدة مع ماما. حاضر. يلا. Thank you.
عشان تبقى تعرف تروح عند سالم ابو المجد وتتكلم عنه كويس في المؤتمر. اتمنى اي فلوس عشان تبقى سرقه بسرعه. يلا بينا عشان في عربيه جايه. يلا